أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية الدولية، ولكن بعد الفاصل. نبدأ من موقع كتابات ونقرأ مقالا للكاتب عقيل عبد الخالق القيسي تحت عنوان يا وطني أين حصتك بين المتحاصصين، فعلى مر التاريخ كان حب الوطن هو الأساس، فكم من دولة فقدت الآلاف من أبنائها دفاعا عن الوطن، وكم من الممالك قامت وتطورت وازدهرت بفعل سواعد أبنائها المخلصين الوطنيين الشرفاء. إن الوضع الطبيعي في الحياة أن يكون للإنسان وطن ينتمي إليه ويعيش في كنفه بعزة وكرامة، فتراب الوطن ليس كتراب الغربة، وسماء الوطن أكثر رحابة من سماء الغربة. الوطن أكبر من مجرد الأرض، بل هو الأهل والأحبة والخلان والذكريات والتاريخ والجذور والطفولة، وهو أول الأماكن بالحب والحنين. لقد تبددت أحلامنا، كل الأحلام التي كانت تراودنا في أن نعيش في وطن آمن مستقر يسوده العدل والأمن والأمان، وأن يأخذ كل ذي حق حقه. أحلامنا الوردية أطلق عليها الرصاص من قبل البعض من السياسيين الفاشلين. هؤلاء الطارئون جاءونا بمربع المشؤوم، وكل ضلع فيه يمثل المحاصصة البغيضة، الطائفية المقيتة، الفساد، الصراع من أجل المغانم والمكاسب. ولقد رقص وصفق لهذا المربع المشؤوم الكثير من الانتهازيين والطائفيين والطارئين والذين يرقصون على الحبال، وخلفوا لنا الانقسامات والانحراف والتناحر والتخلف. هو السؤال هنا، متى تنتهي الصراعات؟ ومتى يكون الوطن للجميع؟ ومتى نخرج من صومعة التنظير والخطابات الرنانة الفارغة والكاذبة؟ ومتى تكون لدينا دولة تحترم الإنسان وتصون كرامته؟ ومتى نرسم أملاً للخلاص من العابثين والفاسدين؟ وهل يستطيع السياسيون أن يخرجوا البلد من رماد حريق الخلافات نحو الحرية والسلام والتآخي؟ بالنسبة لي أشك في ذلك جملة وتفصيلاً، خاصة في ظل هذه الظروف المصيرية التي تؤشر للأسف الشديد بأننا سنعود للمربع الأول، حيث أن الغالبية تبحث وتطالب جهاراً نهاراً عن حصة مكوناتها. يقول الكاتب عبد الرزاق محمد دليمي في مقال نشرته مجلة الجاردينا، شكل العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق ثم احتلاله في نيسان 2003 بكل ملابساته ونتائجه معاناة جديدة للشعب العراقي نتيجة الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي لازمته، والمكيفة على أنها جرائم حرب مست بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يستوجب ضرورة مساءلة الغازي وقواته وتوقيع العقوبة المناسبة على أفعالهم تحقيقاً للعدالة الدولية، وذلك بإجراء المحاكمات إما أمام المحكمة الجنائية الدولية وإما أمام القضاء الوطني في العراق. إن تحليل الاحتلال الأمريكي لبريطانيا للعراق يؤكد أنها جريمة لا أخلاقية ولا دينية ولا سياسية ولا إنسانية. لقد أثبت الواقع الدولي العجز في منع الحروب، خاصة العدوان من طرف الدول العظمى التي تسعى لإضفاء الشرعية على استعمالها المفرط للقوة، وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة وبريطانيا في عدوانهما على العراق في عام 2003، التي تثبت الوقائع إلى أن الدول المعتدية احتلت العراق بدعوى محاربة الإرهاب، وأنها حرب لم تكن عادلة بكل المقاييس، سواء من وجهة النظر الموضوعية أو القانونية أو السياسية أو الأخلاقية، بل إنها تشكل عدوانا على دولة مستقلة عضو مؤسس في الأمم المتحدة. وأن الدعاءات ودوافع الولايات المتحدة وبريطانيا للعدوان على الشعب العراقي واحتلاله وتدمير بلدهم ما هو إلا محاولة لتبرير سياساتهم الإمبريالية العدوانية الانفرادية. إن الحكم الاستبدادي الذي يواجهه الشعب العراقي بعد احتلال بلدهم والكم الهائل من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي طالت كل الشعب العراقي دون أن يعاقب مرتكبوها لحد الآن، وغياب مطلق لنظام العدالة الجنائية نتيجة خضوعه لجهاز أمن بعيد عن سلطة الدولة المتهرئة التي أنشأها المحتل وما تب فيه من فساد بسبب هيمنة الميليشيات التابعة لنظام ولاية الفقيه في طهران وقم،
التي توسعت في استخدام القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وكان ضحايا حكومات الاحتلال من جميع مكونات الشعب العراقي. ونقرأ مقالاً في صحيفة الميثاق الوطني حول أزمة المياه في العراق للكاتب أحمد صبري، جاء فيه: هكذا هو حال العراق، أزمة تلد أخرى منذ احتلاله وحتى الآن، ومن دون أمل في وقف تداعيات الأزمات التي تخيم على المشهد السياسي وتنغص حياة العراقيين. فبعد الأزمة المالية وأزمات الكهرباء والنازحين وتغول الميليشيات الولائية في المجتمع والخلاف على نتائج الانتخابات واستعصاء الحل السياسي، بدأت أزمة ربما تهدد حياة ملايين العراقيين بنضوب نهري دجلة والفرات، بعد أن بدأت تركيا وإيران وسوريا بملء سدودها المقامة على نهر دجلة، الأمر الذي حول النهر إلى مستنقع وجزر متناثرة بعد أن شحت مياهها. لم يقبل بلد من الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات مثل العراق بفعل التجاوز على حقوقه، ما ألحق أضراراً جسيمة بالأرض والإنسان منذ عقود وحتى الآن، لا سيما وأن شرعة الأمم المتحدة وقوانين البحار والأنهر والخلجان تضمن حقوق الدول المتشاطئة وتنظمها بشكل يتم بموجبها التقاسم العادل للمياه من المنبع مروراً بالدول التي تمر بها الأنهر أو التي تقع بمحاذاة البحار والخلجان. ورغم هذه الضمانات إلا أن العراق لم يتمتع بحقوق الدول المتشاطئة، فحصته المقررة من مناسيب نهري دجلة والفرات في تناقص، وتحولت بلاد ما بين النهرين إلى أرض شبه قاحلة يضربها التصحر بسبب انخفاض مناسيب النهرين، وأصبح العراق يشكو الظمأ بعد أن هجر المزارعون أراضيهم التي كانت تروى منهما. ولم تكتف الدول المجاورة للعراق بالتجاوز على حقوق العراق المائية، وإنما راحت هذه الدول إلى إقامة مشاريع على الأنهر وتخزين المياه في خزانات كبيرة لحجبها عن العراق، خصوصاً إيران التي عمدت إلى إغلاق نحو 45 نهراً وجدولاً مشتركاً مع العراق. وسلسلة التجاوزات على حقوق وأمن العراق المائي قبلها موقف رسمي لا يرقى إلى مستوى التجاوزات، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة هذا الموقف الذي لا يعكس الحرص على مصالح العراق العليا إلى حد التفريط بها. وننتقل وإياكم إلى واشنطن بوست، وجاء فيها وكتب المعلق في صحيفة واشنطن بوست إيشان ثارو مقالا شرح فيه أوجه التشابه بين الدمار الذي أحدثته روسيا على أوكرانيا ودمار سوريا مؤخرا. فقد تسبب الغزو الروسي بالفعل في أزمة لاجئين هائلة وأفرغ العديد من المدن والبلدات الأوكرانية، وأدى إلى معاناة عدد لا يحصى من المدنيين الأوكران. ويضيف قائلا إن عددا متزايدا من المحللين يجادلون بأن الصراع الحالي يجب أن ينظر إليه كجزء لا يتجزأ من سلسلة متصلة لتدخل روسيا في عام 2015 في الحرب الأهلية السورية، والذي لعب دورا رئيسا في حرف مسار المعركة لصالح الطاغية السوري المحاصر بشار الأسد. كانت التكتيكات الوحشية وحملات القصف التي طبقتها روسيا في هذه الدولة الشرق أوسطية بمثابة عملية تجريبية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، وفي أقل من شهرين تركت هذه الأساليب آثاراً على الأرض وباتت مألوفة بشكل مأساوي لأي شخص عانى أو شهد تمزق سوريا الداخلي الذي دام عقداً من الزمن. وأشار الكاتب لما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في منتدى دولي الشهر الماضي: أنظر إلى مدينة ماريوبل وشبه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بالمدينة التي دمرتها الحرب في سوريا، فقال: هذا بالضبط ما رأيناه في مدينة حلب. صدى الصراع في سوريا الذي يتردد بصوت أعلى في أوكرانيا، وأشار تقريران في الصحيفة إلى أن الضربات الروسية قتلت المدنيين بشكل عشوائي، وضربت المستشفيات والمدارس ودمرت البنية التحتية الحيوية، وبخاصة مدينة ماريوبل، مع أنها لم تكن المكان الوحيد الذي عانى من مثل هذا القصف. ويرى ناشطو المعارضة السورية من جهتهم بأن الإفلات الظاهر من العقاب الذي تمتعت به روسيا عندما استخدمت العنف لدعم النظام السوري أصبح واضحا مرة أخرى في أنقاض المدن الأوكرانية. هناك جانبا في الحرب الحالية لا يمكن مقارنته مع سوريا،
ألا وهو التعاطف والدعم الذي أظهرته أوروبا للاجئين الأوكرانيين. وجاء في وول ستريت جورنال وفي السياق ذاته، حيث نشرت الصحيفة تقريراً للصحفيين إيفان غيرشوكفيتش وجارد ماليسن، قال فيه إن الجنرال في الجيش الروسي ألكسندر دوفورنيكوف، الرجل الذي اختير لقيادة المرحلة التالية من حرب موسكو في أوكرانيا، يعتبر مهندس التدخل العسكري الروسي في سوريا، حيث ضربت الغارات الجوية الروسية أهدافاً مدنية بما في ذلك المستشفيات، وأكدت أن دوفورنيكوف سيصبح القائد العام للقوات الروسية في أوكرانيا، حيث تعيد روسيا التركيز من جديد على منطقة دونباس بعد فشلها في الاستيلاء على كييف وخاركيف بسبب المقاومة الشرسة التي أوقعت خسائر فادحة في الأرواح. ألقى محللون عسكريون اللوم في الهجوم الروسي المتعثر جزئياً على هيكل قيادة منقسم أدى إلى ضعف التنسيق، موضحين أن روسيا تحت قيادة الجنرال دوفورنيكوف ركزت أهدافها على الاستيلاء على الأراضي في منطقة دونباس التي لا تسيطر عليها بعد. واعتبر محللون عسكريون أن الجنرال دوفورنيكوف 60 عاماً هو خيار منطقي لقيادة المرحلة الجديدة من الحملة الروسية. الجنرال دوفورنيكوف أرسل إلى سوريا في عام 2015 عندما تدخلت موسكو لأول مرة في الحرب إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، وساعدته في قمع الثورة المسلحة ضده، وتمت ترقية اللواء إلى رتبة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية العام التالي في ذروة معركة السيطرة على مدينة حلب، وهي نقطة تحول في الحرب عندما استعادت القوات الروسية وقوات النظام السوري إحدى أكبر مدن سوريا من المعارضة. وقد منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك العام وسام بطل روسيا. ووفق محللين عسكريين، فقد تضمنت الاستراتيجية العسكرية التي اتبعها الجنرال دوفورنيكوف قصف المستشفيات والمدارس والمخابز والهجمات على المدنيين الفارين وتكتيكات الحصار، والتي تهدف إلى إخلاء الأراضي من السكان وإرهاق القوات المعادية وأنصارها نفسياً. التلغراف عنونت وجاء فيها، قال العقيد السابق في الجيش البريطاني ريتشارد كيمب في مقال رأي نشرته صحيفة التلغراف، إن ضعف حلف شمال الأطلسي الناتو ترك الباب مفتوحاً أمام روسيا من أجل شن هجوم كيماوي في أوكرانيا. وقال في مطلع مقاله: لا تزال مزاعم القوات الأوكرانية بأن روسيا شنت هجوماً كيماوياً على جنود ومدنيين في نفس الوقت في ماريوبول يوم الاثنين هو قيد التحقيق، إذا تم تأكيده فكيف سيكون رد فعل الناتو؟ قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل روسيا في هجماتها على أوكرانيا سيواجه برد، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وتساءل الكاتب: هل جميع الخيارات مطروحة بالفعل بما في ذلك الخيار العسكري؟ ربما ضربة ضد القوات الروسية بدون طيار أو القوى الصاروخية المسؤولة عن هجوم كيماوي، أو حتى مصانع الأسلحة الكيماوية المعروفة أو مخزونها داخل روسيا. قد يكون من غير المرجح أن يؤدي مثل هذا الهجوم إلى رد الفعل النووي الذي يحب بوتين التهديد به والذي أخضع الناتو له، لكن من المرجح أن ترد موسكو بضربة مضادة ضد قوات الناتو في أوروبا، مما يؤدي إلى تصعيد يحتمل أن يؤدي إلى حرب عالمية بحسب ترجمة هيئة الإذاعة البريطانية. الحقيقة هي أن بايدن وزعماء الناتو الآخرين أوضحوا أنهم لن يتدخلوا عسكريا في الحرب في أوكرانيا، ولا شيء قالوه عن الأسلحة الكيماوية يوحي بأن جريمة الحرب هذه ستكون استثناء. بعيدا كل البعد عن السياسة، وفي خبرنا اليوم نشر صحيفة القدس العربي صورا للكارثة الطبيعية في الفلبين، حيث أعلنت السلطات الفلبينية أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية ميغي ارتفعت إلى 58 قتيلا على الأقل، في حين لا يزال 27 شخصا
على الأقل في عداد المفقودين. وسقط غالبية الضحايا في محيط مدينة باي باي في مقاطعة ليتي الواقعة في وسط البلاد، حيث اجتاحت السيول الوحلية العديد من القرى الزراعية ودفعت الكارثة هذه بأكثر من 17,000 شخص إلى الفرار من منازلهم التي غمرتها المياه وانقطعت عنها الكهرباء. وغالبا ما تضرب الفلبين كوارث طبيعية، وبحسب السلطات المحلية فإن تحسن الطقس سمح للطواقم الإنقاذ بالوصول إلى أكثر المناطق تضررا، حيث انكبوا على البحث عن الجثث في الوحل باستخدام المجارف أو باليد. ويحذر العلماء من أن كوكب الأرض يتأثر بالاحتباس الحراري يوما بعد آخر، وهو الذي يؤدي إلى اشتداد العواصف والعصير. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.